هو خارج إلى الطريق تفضل. وفيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجثى له وسأله: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله. أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، أكرم أباك وأمك إلى آخره. نعم، شكرا. أسرع إليه رجل فجثى له. طبعا يفضل سجد له. شو عندكم؟ سجد له، لأنه إذا بترجع لقواميس اللغة العربية، طبعا أنتوا قاعدين زي أبو قاسم بياع الخيار، لا إلي ولا علي. جثى حسب أصول اللغة العربية هي ركع أمام خصمه، ركع للخصومة. إذا بقول لك وقف له على الركبة ونص، هاي معنى جثى، ولكن هاي غلطة شائعة. إذا يفضل مش جثى له بل سجد له. في ترجمات يهوديا هو القديمة made obeisance to him، made obeisance to him يعني إنه أدى له الولاء، أدى له الولاء أو إذعان. أيوة، ولكن في الترجمات الحديثة بقول ركع على ركبتيه، ركع على ركبتيه، ترجمة مضبوطة، فروسكينيسن بظن النص. المهم بيقول له: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لما تدعوني صالحا؟ طبعا إحنا لما قرأنا الكاهن هذا النص انتبهنا بس على القسم الثاني، وجالت في نفوسنا الاعتراضات. شو القسم الثاني؟ لا صالح إلا الله وحده، كأنه يسوع يقول أنا لست الله. بس نسينا القسم الأول. شو هو القسم الأول من جواب يسوع؟ لماذا تدعوني صالحا؟ هو اعتراف. هل عرفت الاختبار المتجسد؟ إذا أو أهم شيء في هذا الموضوع إنه يسوع يستفسر عن سبب هذا اللقب اللي هالشاب بيعطي. لماذا تدعوني صالحا؟ في بعض المفسرين بقول لك إنه يسوع لمس في كلام هذا الشاب نوعا من التملق. أيها المعلم الصالح، يعني بده يكبر راس يسوع زي ما بنقول بالعربي الدارج. عشان هيك يسوع طوالي بقول له: ليش تمدحني؟ شو اللي عايزه انت من هذا المديح؟ اذا التفسير الاول، بعدين ابونا بشوف لنا اذا في فعل بروسكينيو هون. كيف؟ اها، سجد على ركبتيه. أيوة، شو مكتوب عنده؟ غونو توبيسس. أيوة، إذن على ركبتيه. نعم، غونو يعني الركبة. إذن مش فعل بروسكينيو. على فكرة فعل بروسكينيو سجد له، شو دياو عادة ترجمه أدى له الولاء. طيب، إذن نرجع. أولا شعر، هذا احدى التفسيرات، رح نشوف انه مش التفسير الوحيد ولا الاخير، انه يسوع شعر بنوع من التملق في كلام الشاب. تملق يعني انت قاعد بتمدح في هذا المديح اللي على فكره ولا حدا من الحاخامات ما كان عمره يسمي نفسه المعلم الصالح، ولا يسمح لحدا يسميه المعلم الصالح. زي بتذكر مرة واحد قعد قال لي: أبونا حضرتك كاهن فاضل. قلت له: شو بدك؟
أو شو بتريد، يعني إنه مش من عادتك إنك تكون من المعجبين فيه، فشو المناسبة السعيدة إنه هلأ؟ إذن هذا تفسير رقم واحد. تفسير رقم اثنين، بدناش ننسى إنه هذا الشاب يرى أمامه إنساناً، صح ولا لا؟ أنت بتحكي مع إنسان وبتقول للإنسان أيها المعلم الصالح. يسوع يقول لهذا الشاب، إذا أنت بس بتقول عني إني إنسان، ففيش إنسان صالح بالكمال والتمام إلا مين؟ إلا الله. يعني هل هذا الشاب كان يعرف عن ألوهية المسيح؟ لا. لا. إذا لما قال له أيها المعلم الصالح، هو أعطى الإنسان لقب إلهي. زي ما بصيرش إحنا نسمي أي واحد من أولادنا المجيد، المجيد. ممكن نسميه مجيد، بس مش ممكن نسميه لأنه مين المجيد؟ الله. إذا زي ما بقول القديس يوحنا فم الذهب، أنا قدامك إنسان، ولا أحد من الناس ممكن وصفه بأنه إيش؟ الصالح. ولكن نعطي الجواب الثالث والأهم، إنه يسوع كان يخفي، تعرفوا في الفترة الأولى من دعوته يسوع كان يخفي أنه المشيح المنتظر، حتى الشعب العبري ما يعملش انتفاضة والرومان ما يقمعوا هالانتفاضة، وأيضا كان يخفي ألوهيته يسوع في المرحلة الأولى، ولكن كلامه اللي بينسب فيه الصلاح إلى الطبيعة الإلهية، هذا الكلام لا يستثنيه من الصلاح، صح ولا لا؟ في لقيت لكم مثل في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس. في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس القديس بولس بيحكي عن نفسه. طيب عفوا، لما الإنسان بيحكي عن نفسه بيكون قوي ولا ضعيف؟ بيكون ضعيف. بيقدرش الإنسان يحكي عن نفسه ولا لا؟ تقدر تقول أنا كذا وكذا إلا بالانتخابات، بس غير الانتخابات تقدر تقول أنا صفاتي كذا وكذا وكذا، بس هل هذول حكماء إنه الواحد يحكي صفاته للناس؟ أنا متعلم وطايح مدارس وعندي كذا، اللي يكون عنده نقص يخلي غيره يحكي عنه. طيب لما الإنسان يضطر إنه يحكي عن حاله، زي أحد الأساقفة انتخب أسقف، ففي صحفي بعيد منكم مقطع موصل ببعث له أسئلة للمقابلة صحفية، ببعثهم الأسئلة بقول له شوفوا السؤال، شو المؤهلات اللي عندك تختاروك أنت؟ هذا فخ ولا مش فخ؟ يعني شو؟ يعني بده الأسقف المنتخب بده إيش؟ مجبور إيه؟ مجبور يمدح حاله حتى يبرر ليش انتخبوه، يعني شو مؤهلاتك؟ تعرفوا شو جاوب؟ مؤهلاتي أنا لم أنتخب لمؤهلاتي، أنا انتخبت كدعوة وكمهمة وكمسؤولية. هاي أول هو. ثانيا، إذا أنتم مصرين على مؤهلاتي فعندي بس من مؤهلاتي صفة واحدة اللي هي وعي بضعف البشر.
يعني الإشي الوحيد اللي أنا بعتبره من مؤهلاتي إني واعي إني ضعيف وبحاجة للصلوات. كيف هالجواب؟ طيب خلينا إذا نرجع لميل لصديقنا القديس بولس. مرة بضطر إنه يحكي عن نفسه ويمدح نفسه ويقول شو يعني أنتم مفكرين أنا خيال صحراء؟ أنت رسول للأمم. شوفوا شو بقول. خلينا نقرأ. شوفنا يا دكتور فصل 12 من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس. فصل 12 الآية الأولى وتابع. إنه لا يوافقني أن أفتخر، فإني آتي إلى مناظر الرب وأعلاناته. يعني إنه في رؤى ومكاشفات من عند الرب أنا أجبرتوني إني أحكي عنها وأفتخر فيها. هلأ شوفوا رجاءً كيف مار بولس بيحكي عن نفسه. تفضل. أعرف إنساناً في المسيح قبل 14 سنة، أفي الجسدي لست أعلم، أم خارج الجسدي لست أعلم، الله يعلم. طيب. اختطف هذا إلى السماء الثالثة، وأعرف هذا الإنسان أفي الجسدي أم خارج الجسدي لست أعلم، الله يعلم، إنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ الإنسان أن يتكلم بها. طيب لحد الآن مين هو هذا الإنسان؟ هو نفسه بيحكي عن نفسه في صيغة إيش؟ الغائب. خلينا نكمل مع الدكتور. من جهة هذا أفتخر، ولكن من جهة نفسي لا أفتخر إلا بضعفاتي. طيب بقول من جهة هذاك الإنسان بفتخر، أما من جهتي أنا فلا أفتخر إلا بضعفي. طيب مين هو هذاك الإنسان؟ هو نفسه. هو نفسه. إذن هنا القديس بولس يقتدي بالمسيح نفسه، أنه أحيانا من باب التمويه ولعدم لفت النظر على أسمى ما في الكون اللي هي الطبيعة الإلهية عند المسيح، المكاشفات والرؤى عند بولس، اللي بيسمع إيش بتوهم؟ إنه ذلك الرجل هو إنسان وبولس إنسان ثاني. اللي بيسمع كلمة يسوع لماذا تدعوني صالحا لا صالح إلا الله وحده، بتوهم إنه الله كائن وإيش ويسوع كائن ثاني. ولكن من باب التواضع يسوع سؤال إني وديع متواضع القلب، تلمذ لي، صيروا تلاميذي. ليش صيروا تلاميذي؟ لأني بعمل معجزات؟ لا، لأني وديع متواضع القلب. تجدوا الراحة لأنفسكم، اللي هي استشهاد من إرميا النبي. فضل ما حكى لا تدعوني صالح، عارف لماذا تدعوني؟ إذن المهم جدا زي ما قلنا استفسار يسوع، إنه في إشي في سؤالك، في هدف من وراء سؤالك. فيا هو تملق، يا هو إنه أنت يا تملق يا مبالغة. ما هي المبالغة؟ زي ما بقول نوعا ما القديس يوحنا فم الذهب، أنت مش شايف قدامك إلا إنسان، ما بصير تعطي الإنسان الصفات الإلهية. طبعا بعدين في وقت لاحق وفي الوقت المناسب يسوع سيعلن إلى ألوهيته، خصوصا في الأنا إغوئيمي، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا القيامة والحياة. كل هاي الأنا هي إعلانات لألوهية المسيح. وشكرا لكم.